هاد السيد هذا بواحد النسبه اللي كبيره غادي يكون هو المدرب ديال فريق وداد الامه ابتداء من هذا الموسم. وزيد عاوتاني هاد السيد هذا بالنسبه ليا هو اللي غادي يقود مره اخرى فريق وداد الامه للامجاد، خصوصا هاد المدرب هذا كيتعتبر بين افضل المدربين الافريقيين، خصوصا هاد السيد هذا رد فريق مامدي ساندوس من نادي مغمور واحد النادي اللي مشهور افريقيا. ولكن هنايا عاوتاني كنشوف واحد الملاحظه اللي مهمه بزاف، بلي بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش شكون هو رولاني موغوينا، وثاني حاجه ما كيعرفوش واش هاد السيد هذا كيستحل فريق الوداد ولا لا، وثالث حاجه الناس ما كيعرفوش نقاط القوه وضعف هذا المدرب. ولا جيت شخصيا باش نعطي واحد التعريف اللي شامل رونالدو موغوينا. رونالدو موغوينا هذا المدرب هذا من جنوب افريقيا، وهذا السيد هذا تزاد بالتحديد في 8 يناير في موسم 1987، يعني حاليا في العمر ديال هذا السيد هذا 37 سنه. ومن هنايا كتلاحظ واحد الملاحظه اللي مهمه بزاف، اللي رونالدو موغوينا باقي واحد المدرب اللي شاب، يعني باقي واحد المدرب اللي طامح في عالم كره القدم والانتقال ديالو حاليا فريق الوداد، فهو غادي يكون عنده واحد الطموح اللي كبير وفقه الفريق، خصوصا راه عارف هو شخصيا في حالة ما قاد فريق وداد الامة للامجاد فهو بواحد النسبة اللي كبيرة بزاف غادي يكون مشهور في عالم كرة القدم. نمشيو دابا للحاجة الثانية واللي هي المسيرة الكروية ديال هذا المدرب. رونالدو موغوينا بدا المسيرة التدريبية ديالو في موسم 2007 وبالتحديد بدا مع فريق بلاتينيوم ستار، وانا غادي يكون هو المساعد المدرب ديال فريق ماميلودي سانداوز، وغادي يبقى مع هذا الفريق هذا من 2011 حتى الموسم 2014، وهنا هي الأول مرة غادي يرجع هو المدرب الأول ديال الفريق لمدة سنة، وموراها وبعد ما غاديش ينجح رفقة فريق مامودي سانداوز عاوتاني غادي يرجع هو المساعد المدرب ديال هذا الفريق، وغادي يبقى مع هذا الفريق هذا حتى الموسم 2017. وهنا موغوينا غادي يخرج من فريق مامودي سانداوز وغادي ينتقل لفريق اورلاندو بيراتيس، وغادي يدوز مع هذا الفريق هذا من موسم 2017 حتى الموسم 2020. وهنا الاول مره موغوينا غادي يرجع هو المدرب الاول ديال الفريق، وغادي يكون هو المدرب ديال فريق شيبا يونايتد، ومره في موسم 2020 غادي يرجع عاوتاني لفريق مامودي سانداوز وغادي يكون هو المساعد المدرب في هذا الفريق. ولكن في 2022 انا موغوينا غادي يكون هو المدرب الاول ديال فريق مامودي سانداوز، وهنا بعد ما موغوينا رجع هو المدرب الاول ديال فريق مامودي سانداوز وغادي يقود هذا الفريق هذا باش يتوج باللقب ديال جنوب افريقيا ثلاثه ديال المرات متتابعه، وزيد عاوتاني غادي يقود فريق مامودي سانداوز من اجل التتويج بالسوبر ليغ الافريقي. وحاليا بعد ما تسات المسيره الكرويه ديال موغوينا رفقه فريق مامودي سانداوز، فحاليا هذا المدرب هذا بالنسبه ديال 99% غادي يكون هو المدرب ديال فريق الوداد. وانا غادي نمشيو نهضروا على اخر حاجه واللي هي الخطه التكتيكيه اللي كيعتمد عليها موغوينا. موغوينا في المسيره ديالو كلها دائما كيعتمد على تشكيله وحده واللي كتجلى في التشكيله ديال 4-3-3، وهاد التشكيله هذه اللي كيعتمد عليها موغوينا فهو دائما كيلعب بها بشق هجومي ودائما كيعتمد على واحد القوه هجوميه اللي كبيره، وهادشي اللي كان واضح ملي كان مدرب ديال فريق مامودي سانتوس. هذا الفريق هذا دائما كان قوي هجوميا، وحاليا بعد ما جا السيد هذا الفريق الوداد فكنتمناو يقود فريق وداد امه كما كان تيقود فريق مامودي سانتوس. نوقف نسالي الفيديو بطلكم وطلعوا تعطوني الراي ديالكم في هذا المدرب هذا، ويلا فتي كان معكم حافظ وتهلا.